حياة جديدة، شخص جديد، مم. بيحبك، وأنت كنتي بنت الجيران فعلا ولا ده كلام برضه؟ هو احنا كنا يعني كنت زمان جارته. اه يعني أنت كنتي بنت الجيران كان بيحبك من زمان. ما أعرفش صراحة. <applause> يعني هو ده اللي طلع قاله. خلينا نفترض حسن النوايا، وقلتي إن أنت داخلة حياة جديدة، راجل جديد، فرح، هتلبسي. بعد بقى ما كنت أبيض. متحطمة بقى وزعلانة و... وأنا إيه اللي يخليني أكون برضه عروسة وآخد حاجة منك ليه؟ أنا مالي؟ أنا ذنبي إيه؟ أنت عملت حاجات وحشه انا بتحاسب عليها ليه وبتعاقب عليها ليه ده ممكن ربنا كان بيقويني يعني ربنا بيبتليني بحاجه عشان يقويني بس نروح للمحطه بقى بتاعه المفروض الفرح والسعاده والفرح وانت قلتي لي السجده دي انت عملتيها بارادتك والدنيا كانت حلوه قوي وكنتوا دايما بتتصوروا اول كام يوم لا احنا ما صورناش اول كام يوم انا شفتكم كنتوا بقى الثاني او فرحانه رحتوا مش عارف مكان او رحتوا خطوبه حد لا او حاجة الفرح ده كان قبل الفرح بتاعي اه يبقى يبقى <applause> السوشيال ميديا بدات تنزل بقى القصه أوه دي بعد بالضبط. طيب يعني ايه عروسه سعيده بتحب بتسجد في فرحها تتطلق بعد 55 عندها امل للمره الثانيه؟ عندها امل للمره الثانيه متخيله ان لا الدنيا بعد بعد 55 يوم دي مش غريبه؟ غريبه ليه؟ ممكن انا اكون بذلت مجهود كبير في علاقه اولانيه سامه فما كانتش هتتصلح فمش عايزه ما عنديش اي استعداد ان انا ابذل مجهود في حاجه تانية طيب انتوا ليه اتطلقتوا بعد خمسة 55 يوم؟ انت بذلتي مجهود وكنت عايزه تعملي حاجه لا أنا ما... حلوه واسره انا مش هي... بالضبط. طيب ايه اللي خل... لما الاقي حاجه ايه اللي للنقطه دي بعد الوقت القصير قوي ده؟ لا انا يعني ممكن انا ما كنتش شايفه حاجات الناس كانت شايفاها بعيدة عني فلما دخلت في الموضوع شفتها فعليا يقبل يرفض فانا رفضت بس حاجه يعني حاجه شفتيها ضايقتك فقلتي انا مستحيل اكمل لدرجه ان انت تخربي حياتك اه يعني الحاجه دي توصل لخراب البيت ايوه يعني حاجه انا انا مش هتحملها ممكن ناس غير غيري على فكره يتحملوها او ممكن الناس عندهم عادات وتقاليد غيري يتحملوها لكن انا لا يعني مش اذا هي مش حاجه خطيره جدا لدرجه انها توصل لطلاق بدليل ان انت بتقولي في ناس تقدر تتحملها وناس لا مش كل الناس مين نوعيه الناس اللي تقدر تتحمل القصه اللي انت اللي انا ما اعرفهاش او اللي انت مش عايزه تقوليه مش عارفه ما انا ما اعرفش يعني هي كل واحد يعني يعمل اللي رايحه انا ما اعرفش مين اللي ممكن يتقبل بس انا بشوف ناس يعني بتعلق تعليقات سلبيه فممكن هم يتقبلوا هو الناس فاهمة حاجة؟ على فكرة أنتِ دايماً لما بتيجي حتى تطلعي على السوشيال ميديا أنتِ ما قلتيش سبب المشكلة ما بينك وما بينه أنتِ قلتي في وضع أنا مش قادرة أتحمله. ما أنا هقول لك على مروة. أنا الوضع مش هتحمله فمش معنى كده إن أنا أفضحه. خلاص حاجة ما تحملتهاش فانفصلت بس. لكن حاجة أنا هقولها لأ. حاجة لدرجة إن هي تخرب البيت، تستاهل إن البيت يتخرب. أه بالظبط. طيب انت حاولتي في القصه دي انت شفتي الموضوع ده من اول يوم القصه اللي مضايقاكي دي اللي هي مش عارفه هي ايه مضايقاكي من بعد... اول يوم بعد اول يوم. يعني شويه يمكن بعد اسبوع بعد اسبوع بداتي تكتشفي القصه اللي ضايقتك إيه؟ دي انت... قصص قصص كتير <applause> طيب حاولتي ان انت تصلحيها لا <applause> <في> خلال <applause> ال 55 ما قدرتيش اصلا لا ما حاولتيش اصلا لا ما حاولتش الصراحه <applause> ليه بقى عشان هي مستحيل ان هي تتصلح ولا عشان ايه؟ عشان مستحيل تتصلح <applause> للدرجه دي؟ <تصفيق> <تصفيق> طب وانت عايزه تفهميني ان انت ما كنتيش مكتشفه اي حاجه قبل الجواز حسن ولا الهوا ولا الهوا انا عايزه اقول لك على حاجه يا مروه انا اصلا انا ما اعرفش مين اللي قال ان انا قفلت الفيسبوك وقفلت الـ الـ الانستجرام وقفلت الواتساب انا ما اعرفش مين اللي قال كده انا اتفاجئت زي زي الناس ان هو بيقول انا قفلت لها الحاجه يعني قفلت لها الاكونتات فقلت له انت ليه قلت كده قال لي عشان ما حدش يبعت لك حاجه دايك. قلت له ما فيش حاجه اسمها كده طالما زي حاجه زي كده يبقى انا لازم اقفل طب خلاص انا مش هقفل بس هشيل صوره البروفايل وصفت الاكونتات زي ما هي اصل م. كل الناس عندها السوشيال ميديا كل الناس عندها اكونتات طيب انت قلتي حاجات كتيره جدا ضايقتني يعني م. في حاجه معينه ما قدرتيش انك تسكتي عليها أو. طيب وقلتي بعد كده في حاجات كتيره جدا ضايقتني ايه ال... خيانات لا بصي هي الحاجات الطبيعيه يعني الحاجات الاولانيه اللي انا شفتها دي كنت مثلا ممكن تقولي ان هي حاجه بتبقى غصب عن البني ادم او حاجه مثلا متعوده عليها او حاجه حي... مش عارفه مش حابه اتكلم في حاجه زي كده صراحه لا انا مش مش بضغط عليكي بس بقول لك اتكلمي ي... فيها بس انا بتكلم في فكره انه من أنا قمه شخصة... الحب للانفصال والمشاكل والهجوم وال... أنا يعني أنا ما ثواني انا هقول لك على حاجه انا ما حبيتش انا كنت حابه الحياه دي كنت عايز اعمل منها حياه كنت داخله بقلب وبحب وكده لكن احنا ما كناش لسه يعني عرفنا بعض قوي مش نحب لا اه يعني انتوا ما كنتوش الحب اللي كان واضح لا 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 لا, لا آه. انا حابه الحياه دي انا بحب الاستقرار انا مش بحب ال يعني كنتي مل... فرحانه بفكره الفرصه الثانيه عايزه ابقى زي مامتي زي خالتي زي آه. عمتي عندها اطفال ست بيت بالظبط ده ست دي بيت أنا... وتعملي الاكل الجنسي وتخلفي وتربي العيال زي آه. اي ست يعني آه. جميله قاعده في بيتها وحافظه أيوة، إن أنا, انا من بره الأسرة. ما يتقالش ان انا بحب الحاجات دي لكن مم. انا فعلا بحب ده انا مش بلاقي نفسي غير في كده وعلى فكره كل اللي حصل ما ده. كانش متوفر فيه ولا حاجه من الحاجات دي هو يعني لا كان بيحب الاستقرار ولا كان بيحب البيت ولا ولكن... لا هو قال لي انا عايز استقر انا نفسي استقر وعايز اخلفه كده فلما اتجوزنا لقيت عكس ده فطالما لقينا عكس يبقى من اولها يعني طيب بصي يا ريم انت في حاجه انت قلتي انا مش هقدر اقولها أوه. ده السبب الاكبر اللي خلاكي يعني تنفصلي عنه بعد خمسة 55 يوم وقلتي لي في اكتر من حاجه تانية كان في خيانات خانك مع حد عرف عليكي حد هو اكيد اه عرف عليكي حد طيب اكتشفتي ان هو متجوز عليكي عشان دي برضه من ضمن الحاجات اللي طلعت ترند ومش عارف عنده شقه في التجمع ومش عارف ايه ومتجوز واحده تانية لا مش متجوز عليك لا. ولكن في خيانات عابرة يعني لا هي مو... هي الناس دي موجودة من قبلي أصلا يعني أنا مش عارفة أنا كان وجودي يعمل إيه يعني أنا إيه اللي جابني أصلا يعني هما حياتهم مع بعض فأنا إيه اللي دخلني يعني مم. بس طيب أنتوا طلعتوا في إحدى البرامج واتعمل كده قصة إنه حسن متجوز واحدة وجايب لها بيت في التجمع وأنت اتصدمتي وأنت قاعدة في البرنامج وطلع ان الموضوع ده في الاخر بعدها باسبوع اسبوعين بعد ما طلعته برضو ترند لا مش ترند لا طلعته ترند وقتها انه حسن كان متجوز وانت ب... اتصدمتي له انا عايزه احنا أطلع. مش عاملينه ترند انا ب... انا برد ان الترند جت كده يعني مش آه. هي مش جت كده هو احنا اللي بنخلي الحاجه ترند احنا اللي بنخلي اي ايوه الروايه دي جت منين ما هي روايه ان حسن متجوز في بيت في التجمع دي منين ما هي دي حاجات اكيد حقيقيه بس انا ما انا صراحه ما اعرفش عنها حاجه م. انما حسن ما كانش قاصد كان يعمل ده لا, لا عشان يطلع بيه ترند لا م. انا برد عليك على الحاجات اللي انا عارفاها يعني ممكن هو يكون في شخصيته عايز يعمل ترند وانا ما اعرفش والله م. بس انت دخلتي يعني في سكه الترند وانت مش واخده بالي انا اصلا دخلت في سكه وانا مش عارفه هو في ايه يا آه. جماعه استنى انا اصلا تلقائيه بحب اعيش براحتي يعني بحب اقعد واضحك وأصدر واغلط انا مش حابه ان الناس كلها تبقى ماشيه ورايا بالكاميرا انت بتغلط هصورها لا انا مش حابه ده وانت لقيتي ان حياته كده لان هو انا مبدئيا معروف مشهور أنا لا انا ما خرجتش معاه فما شفتش ده مم. صراحه ما خرجكيش بس موضوع الفرح ده ال... ما يعني هو اول ما اتجوزته وما خرجتوش ولا مره مع بعض سافرنا سافرنا اربع ايام بعد كده رجعنا أربعة ايام بس الهاني مون بتاعك كان اربع ايام ليه يعني حتى هو بيسموه شهر عسل الناس بتقعد كان أسبوع أسبوع رمضان عشان عنده شغل كان رمضان في أربعة أيام لدخول رمضان زوروا موقعنا ألفا تي دوت كوم تابع <applause> برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية